أفضل أمهات في عالم الحيوان. أهلا بيكم في قناة حقائق ومعلومات. لو أول مرة تشوف فيديوهاتنا ما تنساش تدوس لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة باستمرار. هناك أفضل 7 أمهات في عالم الحيوان، ستندهش وتتعجب إذا سمعتها لما تقوم به الأم من فداء وتضحية من أجلهم. الأمومة شيء تشترك فيه جميع الكائنات الحية، وكما هو الحال في عالم البشر هناك حالات شاذة وعجائب في سلوك الأمهات تجاه أطفالهن. لذلك يوجد في عالم الحيوان شيء قد يذهلك، لا يمكن مقارنة أي شعور بحب الأم وحنانها، وهذا صحيح في مملكة الحيوان. العديد من الحيوانات لديها روابط قوية مع صغارها. رقم 1، العناكب. يتجاوز حبها لنسلها ليس مجرد حمايتهم فقط، حيث تعلق العناكب شرانق البيض على شبكتها وتراقبها حتى تفقس، ثم تواصل عملية الأكل العادية، ولكن تتقيأ الطعام مرة أخرى لمنحهم حساء غنيا. وليس هذا فقط عندما تبلغ العناكب الصغيرة شهرا، تدير الأم للعناكب الصغيرة زهرها وتسمح لها بالتسلق عليها وقتلها عن طريق حقن إنزيماتها الهاضمة القاتلة فيها ثم أكلها. رقم 2، النمور. أمهات النمر مثل القطط يهتمن كثيرا بصغارهم حتى الفطام وهو حوالي 6 أشهر. بعد الولادة تقضي الأم حوالي 70% من وقتها في رعاية صغارها وبقية الوقت في الصيد، حيث تحتاج إلى زيادة كمية طعامها بنحو 25% لتتمكن من إرضاع صغارها رضاعة طبيعية، كما أنها تعد الطعام لصغارها عندما يقتربون من الفطام. رقم 3، التماسيح. إنها شرسة بطبيعتها، ولكن وفقا للطب البيطري فإن أمهات التمساح لطيفات للغاية. تدفن الأم البيض بالقرب من الشاطئ وتنتظر معه لحمايته لمدة 3 أشهر تقريبا، وبعد أن يفقس البيض يصدر الصغار أصواتا للاتصال بالأم التي تتقدم وتحملها بفمها دون أن تغلقه حتى لا تؤذيهم حتى يصلوا إلى الماء. الأمهات في التماسيح ترعى وتعتني أشبالها لمدة أشهر، وبعضها يستمر لمدة عام حتى يكتمل النمو، وتتنافس الأم وأشبالها على الطعام. رقم 4، الخيول. على سبيل المثال تلد الأم أطفالا مجهزين تجهيزا كاملا، وبما أنهم يعيشون في بيئة برية ويعتمدون على العجب، نلاحظ أن الأم تبدأ منذ الولادة بتعليم صغارها المشي والاستقلال والانضمام إلى القطيع، وأن تحمي أنفسها من الأخطار. رقم 5، الدجاج. كل أمهات الدجاج يأخذن واجباتهن تجاه البيض على محمل الجد، حيث أن مهمة إنتاج كربونات الكالسيوم لقشر البيض ليست مهمة سهلة. لذلك إذا لم يحصل الدجاج على الكالسيوم الكافي من خلال طعامه، فهو في الواقع يحلل عظامه ومستخلصات الكالسيوم من جسمه لإنتاج قشر البيض، وهي طريقة للحفاظ على الأطفال الصغار وحمايتهم. رقم 6، أمهات الكوالا. مصدر الغذاء الرئيسي للكوالا هو نبات قاتل شديد السمية يسمى الأوكالبتوس، لكن أحشاء الكوالا البالغة مليئة بنوع من البكتيريا التي تساعدهم على هضم هذا النبات القاتل، في حين أن بطون الصغار ليست مستعدة بعد لتناول الأوكالبتوس. لذلك تمضغ أم الكوالا فضلاتها ثم تطعمها للصغار، ليس فقط لتغذيتهم ولكن أيضا لتزويدهم بهذه البكتيريا. رقم 7، الأخطبوط. هناك في الأعماق تضع أنثى الأخطبوط في وقت واحد أكثر من 50,000 بيضة، لذا تستغرق عملية الفقس حوالي 40 يوما، وأثناء وجودها تحرص الأم الأخطبوط على البقاء بالقرب منها لحماية بيضها من الحيوانات المفترسة ومراقبة مستويات الأكسجين المناسبة في الماء. تحرص أمهات الأخطبوط على عدم ترك بيضهن حتى لو هيحرموا أنفسهم من الطعام، حتى يتدورون جوعا ويضطروا إلى أكل أحد أزرعهن. في الفيديو ده أنا قلت أفضل وأوفى 7 أمهات في عالم الحيوان. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة باستمرار. سلام، وشوفكم في فيديو جديد.